عندنا ترشيد سياسه تجميع المدارس. اولا فهم سياسه تجميع القرى وفهم سياسه مولي تجميع المدارس. احنا اللي خلصوا لي سنتين والله لا كانت عندنا شيء حوالي 4000 مدرسه. هذا برضه وفيها اللي واللي تام منها اليوم مكتمل المدرسه المكتمله حوالي 35%. لجهود اللي قام بها السنوات الماضيه تم سياسه تجميع ورجعناها 3160 مدرسه اللي موجوده. هذا 3160 مدرسه ما زالت فيها 1500 مدرسه ما اعدادها ما يلحقوا 90 تلميذ اللي ناقص عليها الخريطه المدرسيه وفي محيط مليء 3 كيلوات. هذا اول ما اخذ قاعد يقول قد تجي ولا عنده مردوديه تربويه. يقول قال راي ما يجي بالتلاميذ اللي ما يقرا. السنه الماضيه واللي قبل بين عام رحنا معين قلنا خالد محيط بغرائب معين توفر فيه الخدمه المدرسيه. كم المدارس اللي تحت 47 تلميذي عام الاول نظرا ما قال اللي ما جاوا معنا في استاذ التجميع ما وفرنا ما وفرنا المدرس. تقريبا مدرسيه وانت تجيب التلميذ اللي يبغى يقرا فعلا خارج المناطق معروف انهم كذلك السكانيه ضعيفه ومعروف انهم تباعد الى غير ذلك اخذنا بالاعتبار ذلك معي وعندنا استراتيجيه يقام بها وفي معايير ونعدوها مع السلطات الاداريه ونعدوها مع اباء التلاميذ اللي في القرى والمدن في القرى اساسا ومحيط الريف اللي يبغوا يجاوبوا معنا واللي يجاوبوا معنا فيه نجبروا حل ونديروا نوفروا خدمه مدرسيه ونوفروا مدرسه عندها بعض النظم وتقدر تمكن اولا التلاميذ من عود المدرسين مجدد وان التلاميذ يتابعوا الطريقه. للاخر تشارك حد اللي يتم تشارك حد لا يتم حد يقعد بعد يتوازن لغرض سياسي ويقول هاي مدرسه شارك ولا ماشي عنها واللي مدرسه ولا يقعد بعد تلقى ما هو وقال راي ما هو هذا احنا الدوله ما هو راي عنده ولا هو مصلحه وقرارات مدينه رجعت فيها.